عبد اللطيف، ثلاث حكام في أرض الملعب، وميقاتي عماد صغير، ميقاتي 24 ثانية، الدولي محمد سبتي، وأول هدمة لفريق الكويت ثلاثية. شوف نتكلم عنها اللعبة الآن 14 ثانية وليس 24، وعبد الله الشمري ينجح في تسجيل أول نقطتين لفريق الكويت. فريق الكويت ينجح في تسجيل نقطتين عن طريق عبد الله الشمري. هذه اللاعبين الباردين في هذا الموسم يوسف برحمة في فريق العربي، لاعب فريق الشباب، وفريق فهد الرماح يتقدم العربي بثلاثة. تصويبة وليد السلمي للخباز، حسين الخباز، دخول سليم، دخول ناجح لحسين الخباز، نقطتين للخباز. شوف الدخول، وبالتالي دخول يوسف برحمة، 6-3 للفريق الكويت. وفواز الدخيل ينجح في تسجيل نقطتين، 5-6-5 النتيجة الآن، 6-5 و مقطوعة من شعلان، عبد الله الشمري لعبها لعبد الرحمن الجمعة، ينجح في تسجيل نقطتين أيضا، هذا عبد الرحمن الجمعة 4 نقاط متألق حتى الآن، قطعة طبعا تحسب لشعلان، وعبد الله أيضا الشمري لعبها بشكل جميل. فهد الرباح ينجح في السلمي، عبد الله الشمري، شعلان سيل خباز ثلاثيه ناجحه للخباز. طبعا الخباز من اللاعبين اللي يمتازون بالتصويب من خارج القوس ثلاثيات، وهذه الدخيل فهد الرباح، فهد دخول هو والسلمي. شوف اللعبة، شوف اللاعب أبعد إيده، لكن شكل اللعب عبد الله الشمير، هذا المدرب طبعا ومع المساعدة هذير، يخطفها شعلان للخباز، والخباز دخول، هجوم سريع لفريق الكويت، ينجح الخباز في تسجيل نقطتين. حسين عبد الرحمن، 35 ثانية متبقي، رباح يوسف برحمة ثلاثية، ينجح يوسف برحمة. لكم يوسف برحمة من اللاعبين الشباب اللي قدمهم فريق العربي هذا الموسم بنجاح، طبعا شارك الموسم الماضي لكن كان في إصابات كثيرة للاعب، لكن الموسم هذا قاعد يقدم مستوى طيب حتى الآن. ثلاث رميات، هجمة لفريق الكويت، شعلان بنقطتين، شعلان مهنة نقطتين، 5 نقاط منهم ثلاثية، الكويت أفضل حتى الآن. واحد راشد رياض، راشد دخول لعبد الرحمن الجمعة، نقطتين عبد الرحمن الجمعة، وقت مستقطع. شوف هذا عبد الرحمن الجمعة في صالة كاظمة، يرموك الشباب اللي يرموك عنده فوز، وعنده لقاء مؤجل مع القادسية، الشباب عنده فوز وخسارتين، الشباب الجهرة وكاظمة، كاظمة عنده فوزين، الجهرة عنده فوز وخسارة، طبعا 11 فريق يشارك، ثلاث فرق ما تلعب اليوم، الصبيخات وثمان فرق تلعب اليوم، مبارتين صالة القادسية، مبارتين صالة كاظمة، ثلاثية من 20 ثانية الآن، الخباز راشد رياض، نقطتين للخباز، هجوم خاطف وسريع. شوف لفريق الكويت، طبعا شكر للمخبرين والفنيين اللي موجودين معنا في صالة نادي القادسية لغاية الفترة الأولى. أعزائي المشاهدين، 25 الكويت 18. عزيز يعمل له بلوك، يعمل له ستارة حلوة من رباح، دخول راشد رياض الرباح، أول وإفادة للجميع سواء لنا إحنا عشان نتأكد من الحق. عبد الله الشمري، راشد رياض، ثلاثية تنجح الثلاثية
العربي تعادل بالثلاثيات 3 لكل فريق. هجمة ثانية لفريق الكويت هذه اللي نقول عنها 14 ثانية كانت بالسابق 24 تصويبه راشد رياض عزيز تحت السلة ينجح عزيز عزيز محمد احمد نقطتين لعزيز اول مسافرة ونقطتين لعزيز 32 20 شرط اساسي راح اقول لكم عليه بعد هذه الهجمة ضاعت شعلان هجمة سريعة راشد رياض وقت مستقطع وقت مستقطع راشد رياض 7 نقاط في الفترة الثانية الواحدة والكويت يسجل 9 نقاط مقابل نقطتين الفترة الثانية 34 20 شرط التبديل بأن اللاعب اللي ينزل داخل الملعب أو عودة اللاعب إلى الملعب طبعا الخمس أخطاء ما يعود الملعب إذا كان أخذ الآن 2 خطأ فني ما يعود إلى الملعب يغادر 2 خطأ سلوك يغادر طرد مباشر يغادر كل هذه الحالات تحصل في أو موجودة في قانون كرة السلة وتحصل داخل الملعب على طبعا مو مباراة واحدة لكن تحصل في مباريات مختلفة وحالات مختلفة أيضا تحصل في هذه المباريات والكويت يتقيمي لرباح بوشهري حسين حسين للدخيل سليمة طبعا الكرة ما راح توصل الحلق مقطوعة كانت من عزيز بشكل جميل بلوك شوت ناجح كان لعزيز وهجمة سريعة ينهيها راشد رياض نجم الفترة الثانية حتى الآن بنقطتين لفريق الكويت ومسجل 9 نقاط 8-3 17 نقطة 15 نقطة لفريق العربي مقابل 5 نقاط وعزيز عزيز يا سلامي عليك يا عزيز عزيز يا عزيز يسجل له أيضا نقطتين بدنك جميل عزيز محمد ناجح تدخل دفاعي من عبد الله الشمري وشعلان شعلان مهنة 7 نقاط تألق واضح في فريق الكويت وتراجع في فريق العربي يعني المستوى بالفترة الأولى كان أفضل لفريق العربي سجل بالخطأ عزيز مقطوعة من رباح وينجح رباح في التسجيل 25-44 وينجح فواز الدخيل دقيقة فواز لبوشهري عزيز أيضا تضيع رابع هجمة ثنتين من العربي ثنتين من الكويت فهد الرباح المرة هذه ينجح فيه يوقف مسلسل ضياع النقاط من الجانبين يعني وهذه مقطوعة من رباح لحسين بوشهري وحسين بوشهري تالي هجمة لفريق العربي يسجل فريق الكويت وحسب القانون اللي تدخل كرة سلته هو صاحب الحق في الوقت المستقطع صح فريق العربي في آخر 3 دقائق وسجل 8 نقاط متتالية والكويت وقف عن التسجيل وصل 44 وقف العربي كان 25 كان 23 سجل 8 نقاط وصل حتى الآن ل 31 نقطة الفارق 13 إذن قلت لكم كان الفارق 10 نقاط بالفترة الثانية لكن الآن وصل الفارق إلى 13 إذن وصل الفارق إلى 6 نقاط سهم الحيازة لفريق الكويت هجمة لفريق الكويت شعلان شعلان ودفاع مفتوح شعلان راشد رياض يصوب طبعا سليمة لو كانت لو جت السكند شانس او الفرصة الثانية للفريق نقطة حتى الان هو الافضل فهد الرباح افضل بالتسجيل عنده رمية اضافية لفريق الكويت حسين الخباز حسين حسين دخول من حسين الخباز مع حسين بوفاز قال حسين دخول اختراق جميل ونهاية اجمل تبقي فهد ورياض بينهم صلة قرابة والدخيل ينجح فواز الدخيل ينجح في تسجيل نقطتين قطع يعني بعد الصفارة ما يجب أحد أن يلمس أبو شهري حسين وشهري تصويبة وضيع ويتابعها فهد الرباح ويصوب ويسجل ياسو العربي عنده 3 فهد الرباح يحاول أيضا كأن في تنافس ما بين فهد وما بين فهد الرباح فهد وحسين فهد الرباح الدخيل اذا 56-41 الان نتيجة هجمة سريعة لفريق الكويت راشد رياض ايضا نقطتين عاد الفارق الى 19 نقطة كان
في الفترة الثانية 21 نقطة، الآن 19 لفريق الكويت. فهد الرباح، فهد وراشد رياض، فهد العربي، يوسف، يوسف برحمة مع حسين الخباز، تصويبة بعد ما كان 20 خلص الفارق. هذا يوسف مع حسين الخباز لكن نجح في التصويب. دقيقة و12 ثانية متبقي، وقت مستقطع لفريق الكويت، هو الأول أيضا في هذه الفترة في النص الثاني من المباراة. اللقاء القادم يجمع القادسية والنصر، لقاء ثالث للنصر الثاني للقادسية. القادسية عنده لقاء مؤجل مع اليرموك، والنصر فاز في لقائين على العربي وعلى الجهرة، طبعا لقائين مهمين كانوا للنصر لكن فاز في هذه اللقائين. واللقاء الثالث اليوم ايضا لقاء مهم للقادسية، القادسية لعب مباراة واحدة. نهاية الوقت المستقطع دقيقة و12. بوشهري، حسين، يوسف، ثلاثية ينجح، و16 نقطة ايضا يقترب يوسف من الافضل. فهد الرباح، حسين ايضا، حسين مدافع لكن ضاعت ايضا الفرصه الثانيه للتسجيل. وعبد الله الشمري اكثر من لاعب معاه، نقطتين والله، نقطتين عبد الله الشمري، نقطتين، ثمان نقاط واول نقطتين لفريق الكويت. عام عبد الله الشمري، عبد الله، عبد الرحمن الجمعه متابعه، حاول انه يصوب الاثنين ما تلمس حلق لكن فهد من بداية المباراة. شعلان أيضا، وليد السلمي، وليد، عبد الله الشمري، نقطة في النهاية. عبد الله الشمري، شوف عبد الله قدر انه يفوت ما بين اثنين، شوف. والجمعة أيضا، شوف اللعبات، وهذه اللي تكلمت عنها، لمسة من عبد الله الشمري، وهذه الكرة سليمة طبعا لأن لمست البرد، لما تلمس البرد تعتبر في حالة نزول. والنقطتين المحتسبة مستحقة لفريق العربي. وليد السلمي، حسين الخباز، الخباز دخول سليم وناجح للخباز، 23 نقطة الخباز، حسين الخباز حتى الآن هو الأفضل الآن بتسجيل النقاط، دخول ناجح. فهد الرباح كان ممكن يعادل الخباز، رجعت الفرصة لمعادلة رقم الخباز، حسين الخباز أو إن كان وليد السلمي، وليد للجمعة، وتحت السلة عبد الله الشمري، أبي وعزيز يخطفها لشعلان، شعلان وعزيز، دخول ناجح لعب وليد السلمي، ضاعت من العربي، هجمة لفريق الكويت، شعلان، شعلان، دخول ناجح، حسين الخباز، هجمة لفريق الكويت، الحمدان، الحمدان، عمران النذير بتضيع، مقطوعة من جاسم التميمي، مقطوعة من الاثنين، هجمة لفريق الكويت، والحمدان ينجح في متتالية ليوسف الحمدان، يلعب فريق الشباب، طبعا في دفعة لكن ما انتبهوا الحكام. وهارلك لفريق العربي، الخسارة الثالثة، 92 النتيجة النهائية، 58، إذا فريق الكويت، فريق الكويت حقق 29 نقطة في الفترة الرابعة مقابل 10 نقاط لفريق العربي، أعطته الفوز بفرق 34 نقطة، 92-58. إذا الكويت 6 نقاط في المركز الأول الآن في بطولة دوري الدمج، العربي عنده 3